بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد محفوظ عبد الرحيم ثامن رئيس مجلس إدارة نادي دار تشليب. عبر فيها سموه عن صادق تهنيه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري لكرة الطائرة وأفراد الفريق بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة الطائرة بالبطولة 36 للأندية الخليجية لكرة الطائرة. وأكد سمو رئيس الوزراء أن هذا الفوز جاء بجدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق مستويات متميزة خلال هذه البطولة، مشيدا سموه حفظه الله بما اتسم به الفريق من روح رياضية عالية وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، متمنيا سموه لرئيس وكافة أعضاء النادي تحقيق المزيد من النتائج المشرفة في المحافل الرياضية المختلفة.